كيف انت؟ او مو منكم الكاب محفوظ. يا قطو انت. ها؟ سم تفضل. الله يعطيك العافية. شوف مؤدب، شوف مؤدب، شوف القمر. وحجوب تجي السنة أنت حفاحتك. أنت راجعك تسولف إن شاء الله. لا تشوف. جايبين لك هدايا. أقول لك قسما بالله وش فتح بالفاتح الباب. اسمع 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 هديه هديه جايبين لك هديه والله اقول لك خلاص يا ولد هديه الباب العلم فعلا هديه حفوي شوي خلاص بس يا حبيبي بس عندنا فقره يا شباب تحبونها يلا يلا تفضل زاد فضلك تدري قهوه والله اني ترى ما احب الشاهي لان عندي نقص في الحديد انت ما عندك حديد ما عندي حديد لان عندي نقص في الحديد اقهويك قهويك ابو طلع؟ منصوب سم يومك طويل اي والله ليلي طويل منصوب احس انك واحد هادي انا؟ اي يا ابو طلال انا هادي بس انت اعزب انت؟ اي والله انا هادي تحب انت؟ شخص مشاغب تحب؟ اي والله قلبك متعبك ها؟ جدا ومين ما يحب ابو طلال؟ بس في شيء في شغله في بالي ودي اقولها لك من ايام من قبل 7 سنوات وكنت بقولها لك في ذا ستيج وما امداني اقولها تسمح لي اقولها؟ تفضل قول عادي همشي لا. عادي ايه متشرف جدا اني جالس امامك حبيبي يا بعد امي حياك ابغى كم ساعة الله يعطيك العافية طول عمرك تعديت 50 ايه الحمد لله بدأت 50 اصعب مرحلة بيجيك واحد بيقول انك يعني في شباب كوميديين في شباب يضحكون يوسعون صدور الناس انت لا هذا ولا هذا انت لون ثاني من صح. الناس هل تخاف انك يوم من الايام تنظم في حياتك ان ما حد يشوفك او ما حد يتابعك او صوتك ما يصل للناس ابدا ليش اخاف الارزاق متقسمه وكلها من عند الله وكلهم اراء وانا القرار طيب يمكن انك انت ما سعيت كويس بالعكس يعني يمكن انك انت ما انت بعارف وسائل النجاح يعني انا بعلمك حاجه تفضل بيجيك واحد يقول لك انا تعلمت التمثيل يا سلام بعرف امثل دور معين في وقت معين يا سلام بس انت ما عندك اسلوب هذا هو تعلم التمثيل اي بس انا ما تعلم بس انا ما انا فنان وما تعلمت الفن لاني انا الحمد لله واقولها ثقه لا غرورا انا من ديره طلعوا منها فنانين كبار هم الان موجودين في الساحه احنا ما نتكلم عن الناس نتكلم عنك انت ايوه انا اتكلم عني انا فنان يعني احنا يطلع فنان ما يجوب هذا في نفس انا اسالك عنك انت تتكلم عن نفسك هل تنقصت الادوات انك تصير نجم من نجوم برامج واقع ينقصني الدعاء فقط اما الكاريزما موجوده الصوت موجود الكاريزما موجوده الصوت موجود الريالتي موجود والله كل شيء موجود عجبتني كاريزما موجوده سحبه 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 هذا مصيبه هذا الله المستعان مصدق نفسه ايوه كاريزما موجوده والله العظيم صدق ايوه سمعنا يا ابو كاريزما ابشر شيء في بالك ولا تبغى من خاطري من خاطرك عشان وجودك في بالي ما ينفع ابشر 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 هيه هذه المقدمه بس ومثل صابية في الغوالي ما تشوف
وناسرات تنفل والنقس اليماني في الكفوف والعيون الدوج من تحت المقالب فيها خوف ومثل صابية في الغوالي ما تشوف نسرات انفول والنقس اليماني في الكفوف والعيون الدوج من تحت المقالب فيها خوف يا حبيبي يا ابو طلال وسلامتك. اتحداك انك ما انطربت. اتحداك انا جبت ترى ما هي ثقه، ما هي غرور، ثقه بس. شوف مو موضوع اني تنطب ما تنطب، موضوع ثاني. حلو، وش الموضوع؟ انك اني انا خايف ان ما عندك ادوات، يعني ما عندك اسلوب كيف تجذب الكاميرا، يعني كيف تصير انا اشد الكاميرا، كيف اشد مشاهد، كيف اني انا في موقف معين اتصرف تصرف اكون فيه بطل. يا سلام، كيف احس انك بحكم تخصصي يا بطل، بحكم تخصصي اي تخصصك ايش تحب ام قانون في هذا؟ لحظه خل اقول لك، طيب انا بقنعك، علمني القانون، علمني القانون. احنا حلو، يا سلام، حتى والله ضيعتها. القانون علمني اني ما ارمي اوراقي احيانا في ذات القضيه، يعني ادلتي واموري احيانا اكتفي. فانا ان شاء الله انا علمك، انا في البام جواقع لازم تمي اوراقك كلها وحذف ترجمه مصلحتك. يا سلام، بس يعني هذه بوجهه نظرك يا ابو طلال، انا ممكن اقول وجهه نظري؟ تسمح لي بس اقول؟ يعني بوقت انهدينا بحطب. ايوه تفضل. تسمح لي، الله يعطيك العافيه. هذه وجهة نظرك ونحترمها. أنا وجهة نظري تقول قدم ما عندك في التصفيات، حاول تظهر بس بشكل صغير. لا مني دخلت البرنامج هذا كلكم، هذا الناس معظم 99 من يقولك إن ذا دحرت بتشوفني، وإن دحر لقيته متسدح هنا، ها جالس على كرسي وطاب شاي وقهوة. هذول 99 وأنا واحد، أنا الواحد أقول لك بإذن الله تعالى أنا قدمت الحمد لله، قدمت اللي علي ريالتي في التصفيات، لكن لا دخلت باذن الله بتشوف شيء اسطوري. يا حوفي ما دخلت، الامور طيبه. الامور طيبه. انت لازم تنافس. اكيد لازم بنافس. تتعب. انت أكيد بنافس. انت متكي هنا. انا احد اهدافي ترى يا ابو طلال، من احد اهدافي اني اشوفك. الحمد لله اني شفتك. طيب الحين بعد ما شفتني تحققت امنيتك. هي ليست امنيه، هدف. هدف. اوكي. ايش الاشياء لو دخلت برنامج بتسويها بنا؟ يعني مثلا بتسوي حملة معينة، والله بسوي مثلا مبادرة، بسوي في ناس أفكية. يا سلام، يعني أتذكر كان الشباب أيام أول، حلو، يعني مثلا زي ناصر سي عبد الله والشباب كانوا يحطون خطة كاملة، أسبوع أول بسوي كذا، أسبوع الثاني بسوي كذا، أسبوع الثالث كذا، حتى لدرجة أن المتسابقين يطلبون منا لو طلعوا في الأسبوع هذا أنه يكمل مبادرته. يا سلام، طب اقول لك انا وش بسوي؟ اي طب شوف انا يعني ياسر ودعاني الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، كان واحد من المتسابقين اللي عجبني، طلع من البرنامج وكان عنده مبادره رجعناه عشان ينفذ المبادره. الله يذكره بالخير. اي انت ايش اللي عندك عشان تقدمه؟ والله شوف يا ابو طلال، انا من ناحيتي انا الشهر الاول ان شاء الله لا دخلت، هذه خطه قصيره المدى، حيكون عندي مبادرات قانونيه بحكم التخصص، حيكون عندي باذن الله تعالى دورات او اشياء تفيد في المقامات في الصوت، طبعا هذا غير الريالتي. فيصل ذبان انت. الله الله، والله والنعم بالدكتور، وتبغاني اجمع لك المقامات في شيء بسيط؟ ابشر. بس هذه بتسويها؟ لا، هذه قلت لك في الشهر الاول. إيه؟ بالاضافه للريالتي. إيه؟ و ايوه الامور طيبه. مو طيبه الامور؟ طيبه. اي مو طيبه، هذه قصيره المدى. إيه؟ اما طويله المدى. إيه؟ ان شاء الله انك تشوفني نجم. إيه ان شاء الله، فرصه سعيده. يب. وانا اسعد ابو طلال. فرصة سعيدة.